ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا لحقت الحاله اترك كل المسجز والصور اللي بيناتنا، ساعتها جرب تخلص منها يا شاطر. أنا دهرة. لوين؟ من أمتى بتسألني لوين رايحة مسيو نديم؟ لا بس كنا اتفقنا بس ترجعتينا على البيت نحكي معها بصراحة ونحاول نفهم منها شو قصتها. ما تعطل همتينا، بروح وبرجع بتكون هي بعد ما وصلت. بدك شي؟ إيه بدي أخذ رأيك بشغلة. عم تلفين لناديا صاحبتي ما عم ترد. قولك شو لازم أعمل؟ ما بعرف، مش عبالي اتدخل بقصصك الشخصية. قررت اني ارتاح وابعد عنك بهيدا الموضوع، فبليز ساعدني وما تدخلني بامورك. اوكي اوكي. وعفوقة الركوة فايرة على الغاز تبقى نطفو. Thank you.
بيت الجيران لابس الأحمر والأخضر والعيون تضرب سلام. قلت له يا حلوة رويني على عيونك ورجيني. قالت لي روح يا مسكيني عيوني عيون الغزلان شرفت عبلة. كيفكن؟ كيفك عمتي شريفة؟ منيحة خير. تلفن مجد قال هو طالع اليوم بس عمو اياد رح يطلع بكرة، قال مشغول كتير ببيروت. بالله شو؟ وليش لحتى يتلفن لعندك؟ نحن كلياتنا في عنا تليفونات. صراحة ما بعرف ليش تلفن لي. تبي اسأليه؟ ليك الوقع عليك تبي اسأليه؟ محسبة ما بعرف شو في بينه وبين مجد بالمخفي. اي والله اما ما تعرف لا تقبر قبر. يا شريفة يا عيوني شو بدك فيهم صغار؟ فخاري كسر بعضه. خدي نجم خدي تيتي خدي كلي. تعا عمي تعا يلا يلا انا عم طعمي الكلبة خدي تقبريني يلا. وينك؟ روح لعند ابوك على الشغل وخبره انه عمك مو طالع اليوم من بيروت لبكره لحتى يطلع. حاضر امي. يلا طير سامي. انتبه على الطريق اللي يرضى عليك. لك شو بدك فيه تركي؟ شو طابخه اليوم؟ برغل بندورة. لا تكتري ولا تتبحتريها. على عيني. نسينا نقول له لنجم يجيب لبن. بنعمل سلطه. روحي على بستان الجيران خدي لك كم خسه. يلا قوام تركي من ايدي. يلا تقبريني يلا تركي هلا. يلا حطي واحد تاني. وين رحتي تاي؟ حطي واحد تاني وبعدين روحي. هاي رامي. هاي. شو دكتور طمني كيف عم تقضي اجازتك هون؟ ماشي الحال الحمد لله. شكلك مكركب شوي. اي والله صاير معي مشكله صغيره واحتمال ارجع بكره على لندن. خير بس جاي عشيه على العشاء صح؟ اي اي اكيد ان شاء الله نحكي. اوعك ما تجي ها تروحنا السجنه. لا لا اكيد ان شاء الله. نفس معسل على ذوق الزيت شريفة. إن شاء الله بتقبريني بتعرفيني ما بأرجل. احسبي حساب أخي أبو محمود هو اللي بيأرجل. الروميو مو طالع اليوم. مين روميو؟ إياد ابن أخي ما له طالع اليوم. هيك تلفن مجد لزهرة وقال له. مجد تلفن لزهرة؟ إيه. وليش تمجد تلفن لزهرة؟ يعني كيف بدي أخلص منه أنا هيدا كيف؟ لا لهون وبس. شوفي أنا بحبه لمجد كتير قسماً بالله بحبه. هذا ابن أخي وأنا اللي ربيته. بس فتت معك كل هالفوتة مشان شقفت هالأرض لحتى أمين كبرتي. بقى لا تخلي ضميري يأدبني مرة تانية. سكتي سكتي خرب بيتك. كلي أنت تاني. الله يلعن الفقر شو بيزل. يا رب. أبي شو جابك انت وياها؟ قال أمي إنه ما تجي اليوم بكير لأنه عمي إياد ما نو طالع. إيه أبي لأنه عمي إياد مو طالع اليوم. مو طالع؟ شلون يعني مو طالع؟ سمعت؟ طلع عمتك معها حق رح يشمع الخيط ويهرب أخوك. يطول بالك على أساس بكرة جاي. خلينا نستنى ونشوف. خلينا نعيش لبكرة. روح على البيت يا أبي. روحوا يلا دير بالك على أختك على الطريق. حاضر. قلتك شو بده منه لابنك؟ معقولكم بده يسافروا معه على لندن؟ الله يسمع منك من تمك لباب السماء. بتضلك لحالك هون؟ لك يا أخي أنا مو فارقة معي. المهم مجد يتأمن مستقبله ويكون مبسوط. بعدين أنا فشلت بكل شيء بحياتي. وياد أخوك ناجح. فإذا بياخذوا معه بكون ممنون لإله، على الأقل بشيله من كل الحياة الزفت اللي عايشينها. مو بس ابنك لحاله ابن أخوه، كمان أولادنا أولاد أخوه. بده يساعدنا غصب عنه. ما هو اخوك اياد رافضنا. شو الله جابره لحتى يساعدنا؟ انا اللي بدي اجبره لانه نحن اهله. وبكره بتشوف يا سيد عامر. والله بعرف انه هي مجنونه وممكن تكون عم تبتزني وتخوفني كمان. بس بركي عملتها. فينو حدا يعرف؟ ويمكن هي تكون مجنونة لدرجة إنه تعملها؟ إيه شو خصك أنت إذا كانت هيدي البنت مجنونة وعملتها وقتلت حالها؟ يعني هيدي البنت مريضة وبدها علاج.
هيدي البنت إذا ما انتحرت بسببك رح تلاقي مليون سبب تنتحر كرماله. وإذا انتحرت؟ لك ما رح تعمل شيء كذابة، وإذا عملتها ما بتكون أنت السبب. كل القصة وما فيها إنه أنت طلعت بوجهها، لا أكتر ولا أقل. إيه بس هي عم تسجل لي كل شيء عم بقوله وكل شيء عم بحكي معها. وبالتسجيلات حاكي عن انتحار وقصة علاقتي فيها، قصص مجنونة كتير. يعني ممكن تورطني بأسئلة واستجوابات أنا بغنى عنها. بكفي قصة الجامعة وقصة علاقتي فيها. البنت تلميذتي. لا ولو ضحكتني. أنا بعرف كتير منيح إنها تلميذتك. كان لازم أنت ما تنسى هيدا الشيء. ما هلا بدنا نضل نحكي بالموضوع يا أحمد. ما أنا غلطت واعترفت واللي صار صار. هلا بدنا نحكي باللي جاي. أنا برأيي هلا إذا أنت قطعت فرصتك وجيت كرمالها على لندن رح تخليها تحس إنها مسكتك عخوانيقك. تلفن لو إلا إنه ما بعرف رفيقك مريض، حدا من قرايبينك عايزينك، أي شيء، بس المهم ما ترجع قبل وقتك بسببها. طيب وإذا فتحتني بالجامعة؟ مالك شايف الوضع كيف صاير؟ أنت بتخيل أنا إذا تقلعت من الجامعة ومن المختبر ومن كل شيء عندي هنيك بلندن؟ خربان بيتي يا زلمة رسمي. طب شو بدك؟ بدك أحكيها أنا؟ لا لا، وقعد خليها تعرف إني خبرتك شيء. ما بنعرف كيف ممكن تكون ردة فعلها. خلص أنا بلاقي طريقة، أنا بتصرف. طيب مثل ما بدك. أنا بعرف أنت شو عم تفكر، أكيد عم تقول إني عم ضيع لك وقتك بأخباري مثل العادة. شو بدي أعمل؟ أمري لله. خلص هيدا قدري، حتى أنت وببيروت بدك تضيع لي وقتي. طيب صديقي انتبه على حالك. إيه؟ لك لحظة قبل ما تسكر، ما خبرتني شو صار مع خيك يزن؟ تاتي شاتم ها يا حبيبي. اوبا شو اشتقت لك. انا كمان اشتقت لك. ناطرينكم عشية على العشاء انت ووسام، ما تنسوا. اوكي اكيد هلا من نساء انا ووسام ونجاح. اوكي حبيبي. وميرسي كتير على اهتمامك بزنزونة. ولو زينة حبيبة قلبي. باي زنزون. باي. ثانك يو تينا عن جد. ثانك يو. يلا حبيبي. باي. باي تينا. ما عم بفهم، ما عم بستوعب. بدك تسافر انت؟ يعني مو بالضرورة. إذا مو بالضرورة لشو مبسوط كل هالقد؟ بصراحة لأنه عمي إياد حابب يساعدني ومهتم لأمري. يعني حتى لو ما قررت سافر بده يساعدني، سواء كنت قاعد هون ولا كنت قاعد بالشام. وليش لحتى ما تسافر يعني؟ حدا بيصحله يسافر على لندن وبيقول لا؟ إيه أنا، من شان أبي ومن شان زهرة، ما بدي أتركهم لحالهم. لك شيل زهرة من راسك بقى، أنتوا مو لبعضكم. عن جد؟ ومين قرر هذا الشيء بالله؟ أمها وعمومتها وكل أهلها ما بدهم إياك. يو لك يا مجدي يا حبيبي، أنت شاب بتجنن وبتسوى راسا لزهرة. وأنا قلت لك من زمان إنه أمها بدها تجوزها لرجال غني، وقلت لك كمان إنه عمومتها والله لا يقتلوك إذا عرفوا إنك حايم حواليها. بقى الله يخليك، الله يخليك، استرنا ولا تعملنا مشاكل. المشاكل فوقنا وتحتنا. عمتي زهرة مانا قاصر. زهرة صار عمرها 20 سنة وهي اللي بتاخد قراراتها لحالها. إيه ولا تخافوا، ما رح خليكم تتحملوا مشاكلي، بعرف اتحملها لحالي. لوين رايح؟ لا تخاف أبي، لا تخاف. اسمعوا لا، نحن هون عيلة واحدة، مشاكلنا واحدة ومصيرنا واحد وظروفنا هي مثل ما لك شايف. بتقله لعمك اياد بده يساعد بيساعد الكل. انت مالك مفصول عن ابوك وعمومتك ولاد عمومتك وجدك، بتخبره هيك يا بيساعدنا كلنا يا ما بدنا منه شيء. عم تفهم؟ عمي اياد هو اللي بيقرر مين بده يساعد ومين ما بده يساعد، وانا قبلت مساعدته، فبتمنى ما حدا ينزع علاقتي فيه. ايه وبتتبرى من ابوك يا قليل الاصل؟ انا ما بدي شيء منه غير انه يكون مبسوط ومأمن مستقبله. لك انت بالذات بدك كل شيء. ليش شو معك انت؟ هاي عيشه بس انت بتخجل، جبان ضعيف ما بتقدر تحكي. حبيبي ابي ما له ضعيف ولا له جبان، ابي شخص واضح وبيحب الكل. اسمعوا لكم، انا ما بدي اقضي حياتي بالفقر والتعتير، انا فنان.
فبتمنى ما حدا يتدخل لا فيني ولا بأبي ولا بزهرة. سلام. الله معك. يا لطيف، كأني عم بسمع صوت عمو إياد لما برهم ظهره وراح قبل 20 سنة. يا عيني يا حبيبي، التاريخ يعيد نفسه تماما. لا عمتي لا، التاريخ ما راح يعيد حاله. أنا وقتها كنت صغير وكان أبي يسكتني، بس هلا ما عاد أسكت وبعرف شو أتصرف. شو حلو، قدي صار لي ما شفتك قاعد هون على اللابتوب تبعك. كيف تجرى منك قاعد بأوضتك ومقفل الباب على حالك؟ وين كنت من امبارح تينا؟ عند رفيقتي. دخلك وين الماما؟ ما بعرف، ظهرت وما قالت لي لمن رايحة. يكون بعلمك في تطور كبير بشخصية أمك من امبارح لليوم. شو يعني؟ مصيبة جديدة؟ بالعكس، أمي خافت عليك كتير مبارح، فقررت تنيم قلب المرأة والزوجي والحبيبة اللي جواتها وتوعي قلب الأم، وقررت تصير صديقتي فعلاً، وبسحر ساحر صارت صديقتي. ومبارح ظهرنا سوا وتعشينا سوا وسهرنا وانبسطنا كتير ورجعنا لهون عم نضحك. والصبح قبل ما تظهر حكيت أنا عن علاقتي بصحبتي، قالت لي ما بدها تسمع لأنه ما بيهمها، وظهرت وما جاوبتني لوين رايحة. عم تمزح معي أكيد؟ أبداً، عم بحكيك الحقيقة تينا. معك حق ما تصدق، أنا لهلأ مش مصدق. يعني رح تخلص المشاكل بهالبيت؟ يعني رح تصير عجيبة على أيامي أنا؟ معقول، الهيئة أنه معقول. إن شاء الله. أقولك وين هلأ؟ حممت ونامت. إيه كويس. كتير كان مشغول بالي عليك انت ونايم امبارح بسوريا. كل الليل ما غمضت عيني انا عم فكر فيك. صرت اقول بركي بردان، بركي خايف، في حد قصف خطر. صرت اقول قلكن مشتاق لي، عم بيفكر فيي. انتي بتعرفي منيح انه انا كل تكه بكون عم فكر فيكي. حتى لو كنت مع غيري؟ كيف يعني مع غيرك؟ يعني مع اهلك، جيرانك، الناس اللي بيحبوك فوق كمان بتفكر فيه وبتشتاق لي؟ جنى، انتي صرتي جزء من حياتي وانا بضل بفكر فيكي وين ما اكون ومع مين ما اكون. بعرف حبيبي، أنا اليوم رح أتركك شوي بعد الظهر، بدي روح عند أهلي، بدي شوف إذا عايزين شيء، أكيد بيكونوا عايزين ميت شغلي. بحب علاقتك بأهلك على فكرة، عكس علاقتي بأهلي. بحسك هيك بالنسبة لإلهم مثل أبوهم وأمهم. وأنا بحب علاقتي فيهم. دخلك شو صار بنبيل؟ رجعتي شفتيه مرة تانية شي؟ لا، اختفى. دخيلك بلا حصيري هلا. عشية بتعمل حسابك بعد السهرة جاي نام عندك للصبح. اوكي، انت بتنوري على فكرة، بس بشرط. بشرط شو؟ يعني تخففي لنا مع الدكتور رامي،
بكفي مرقنا لك هذيك القصة. شو قصدك؟ عن أي قصة عم تحكي؟ قصة إنه ترك لندن وإجا لهون سباحة إجا. إذا ما منحكي مو معناتها إنه ما منشوف ست جنى. معك حق حبيبي، إذا ما عم نحكي مش معناتها إنه ما عم نشوف. ايه حبيبي، قولي لي، قولي بسرعة يلا. شو بدك ياني قلك؟ قديش بحبك، قديش مشتقت لك جنون، قديش اخذ لي عقلاتي، قديش عم فكر فيك كل الوقت. شو بدك ياني قلك؟ ايه ايه قولي كل شي بدي اسمعهم كلهم هدول. عم بحس معك اني اول مرة بحب بحياتي، هيك اول مرة بحس بالامان، اول مرة بحس انه في رجال حتى حاسة معك. صرت مرة ناضجة عميقة مكسورة بس مبسوطة بنفس الوقت. تعرف انت يلي عرفتني شو يعني انه الانسان يكون عم يبكي ويضحك بنفس التكة، انه يكون خايف ومرتاح بنفس الوقت. انا مغرومة فيك، انا قبلك انه حبي بس مش مغرومة مثل ما ربع مغرومة فيك. انت كل شي بفكر فيه خلص، ما بقى في شي بفكر فيه الا اياد. اخذ لي كل حالاتي وتفكيري. بتعرف حاسه كل الدنيا عم تضحك لي يا عمي، حتى اهلي امي وبي تصالحوا. حاسه هيك كل شي عم يتغير بحياتي من وراك. تينا خلصوا لي؟ لا مش خلص، مش خلص ابدا. انا كمان بدي اسمع اللي حابة اسمع كتير. تصور إني غرقت وانغرمت ودبت. أنا كنت بحاجة إني انغرم فيكي على فكرة. أنت الشي اللي ناقصني بحياتي. بدي إياكي، بدي إياكي. ما رح أقبل أبداً إني كمل حياتي بدونك. عم تحكي عن جد حبيبي؟ كل لحظة معك عم عيشها للآخر. كل لحظة معك فيها كل شي، كل شي تينا. اوعى تتركيني. ها ما فيي اتركك ابدا. خلص قلت لك انا انخرمت وتعلقت فيك. خلص اليوم بالليل رح تكوني حلوه كرمالي، ما هيك؟ كرمالي انا وبس. رح كون حلوه الليله بسببك مش بس كرمالك. مالي مصدق امتى رح يصير المسا وشوفك. رح جن؟ عطلانه هم، عطلانه هم كتير. ما تعتلي هم حبيبي، ما تعتلي هم شي بنوب. اللي بيني وبينك بيني وبينك وبس. اليوم قلوبنا رح تدق بس ما حدا رح يسمعها غيرنا. طب بيصير شي اذا قلت لك اني اشتقت لك من هلا؟ لا لا تستحي، لانه انا اشتقت لك اكثر. اشتقت لك وقت ما كنتي جنبي بالاوتيل وخفيتي، صرت احكيكي باذنك انا واقول لك اني اشتقت لك. هيك كنت عم بحكي. خلاص بليز خلاص. يلا باي. باي. Thank you.
شو عندها تينا أنا ما عندي؟ جاوبني بصراحة، أنت شاب وبتعرف، إذا بتحبني جاوبني بصراحة، شو عندها تينا أنا ما عندي؟ عندها شي تاني وبالضرورة يكون أحلى أو أجمل. شي تاني غير شي. يعني قصدك إياد زهقان وعم يكسر الروتين؟ مو شرط يكون زهقان، بس هو عم يعيش شي جديد، هو ما بيعرف شو اللي عم يعيشه. وكرامتي وعزة نفسي وإنسانيتي وأخلاقي وتضحياتي معه كلهم هون ما لهم حساب، كلهم هون بفكر فيهم. لا، الرجال ما بيكون عم يمر بهالمرحلة ما بيكون عم يفكر باللي عم تحكي فيه، ما بيكون عرفان حاله إنه عم يأذي، ما بيكون عم يفكر حاله عم بيخون أصلاً. والله شو بيكون عم يعمل لكين؟ شي تاني قلتلك، ومو بالضرورة يكون عم يلغي الأولاني. ما بقى بدي اسمع، كتير بشع وبقرف اللي عم تقوله. اللي عم قوله هو الحقيقة، ولا بدك ياني يعني قلك كلام حلو منمق مثل اللي بنسمعه بالمسلسلات وبقصايد الشعر والروايات. هي هي الحقيقة جنى، وهيك تفكري إنه إياد هلا ممكن يكون مرتاح أو إنه مستعد إنه يخسرك. برافو، دافع عنه. فظيعين أنتو رجال، فظيعين كيف توقفوا حد بعد بس توصل القصة للخيانة. إذا بتريدي ما تحكي معي بهالطريقة، أنا كل اللي عم بحاول أعمله إني عم بوقف معك بمشكلتك. أنا ماني مرتبط، أنا ما بخون، المرتبط هو اللي بيخون. رامي، أنا ما كان قصدي أجرحك، كان قصدي أقول إنه أنا أنت كان قصدك تقولي إنه كل الرجال واطين مثل بعض، عم تحاولي تشبهيني بإياد لحتى تخففي من مشكلتك. بس أنا بدي أقول لك شغلة كتير مهمة، أنا لو كنت مرتبط فيكي كنت حطيتك على راسي، ولا يمكن أتطلع بحدا تاني غيرك. شوف شي قلبه لأنا إيه؟ ولا أنا كمان. عندي إلك أخبار بتاخد العقل. عجل خبرني، رح موت على خبرية حلوة. أول شي بتحبي تزعلينا مجد؟ أكيد لا. غمض عيونك. لا ما بأمن لك. ما بتوثقي فيني؟ زعلت. ما قصدي هيك. طيب خلص خلص. ما تفتحيها؟ زهرة نام. ما تفتحي؟ أوكي فتحي. شو؟ سيدتي الجميلة مجد، هذا ذهب حقيقي، عمي عطاني مصاري مشان نام بالأوتيل واشتري تياب، فضليت كل الليل عم بمشي بالشوارع والطرقات اشتريت لك هذا الخاتم. كتير حلو كتير. زهرة، عمي إياد وعدني سافر معه على لندن لكمل دراستي، يعني منسافر أنا وياك ومنتجوز هنيك، وهيك ما عاد أي حدا إله علاقة فينا. حبيبي أنت، بس بركي أمي وأهلي ما قبلوا أتجوزك. منتجوز غصب عنهم، بعدين شو لهم حجة إذا رح نسافر على لندن ونعيش هنيك وعمي رح يساعدني؟ بعدين إذا كنتي خايفة على أمك، بكرة بس نتجوز نبعد مناخد أمك وأبي ومنعرفهم على بعض ومنجوزهم، وهيك ببطل كل حدا عايش لحاله. أمي
تقبشي قلبه لأنا إيه؟ ولا أنا كمان. بس بتزكزك عنه. زهرة! رؤي، شو عم تعمل هون؟ أنا شو عم بعمل هون ولا أنت؟ أنا مش كان عم يخبرني إنه عمه إنه شو؟ رجعت بيتي أنا بفرجيك يا كلب! لك بعد زهرة ما دخلوا! لك ضروري تخرجوا! لك روح لا! أنا بفرجيك يا زهرة! أنا بفرجيك! اعتذر، ممكن تقبل اعتذاري؟ بليز. يا ريت فيني ما اقبله، بس المشكلة اني قبلته قبل ما يصير. خي جيب مفتاح الموتو يلا. لوين؟ بدي جيب كم غرض، بدي حضر حالي لسهرة عشية، وانت بتضلك معي، مش الاصحاب لبعضهم؟ مشكلة اني انا محتارج، انا ماني عرفان حالي بدي ارجع بكره ولا لا. لا لا بكره، لا بكره الي انا واللي بعده لك، بكره بنحكي. اوكي طيب، اوكي يلا يلا. شو ست مهموها؟ اي متى رح تجاوبيني على سؤالاتي؟ وهيدا كاسك ستينا. ست ما صارت تعمل احتفالات، شو سبب الاحتفال؟ اول شيء عم بحتفل بشي بخصني من جوا، ثاني شي عم بحتفل بانتقالي من مرحلة لمرحلة. ممكن تكتفي بهالجواب احتراماً لخصوصيتي؟ صراحة جوابك لغالي بقية كل سؤالاتي، إنه ليش مها مبسوطة هالقد؟ ليش مش منهارة مثل العادة؟ صراحة جوابك هيك كفاني على كل السؤالات. أنا كتير مبسوطة فيك، صارت الست مها تعمل احتفالات لكن نقل مباركة. تشيرز. تشيرز. شو بك نديم؟ ليه كاشش هيك؟ لان كنت زعلانة بتنبسط فيي، ولان كنت مرتاحة بتنبسط فيي، ليه ما عم تشرب؟ بالعكس أنا كتير كتير مبسوط لك، بس هون هيك يعني. كان لازم انتقل من مرحلة لمرحلة تكتشف قديشك سئيل وليقة ونكد. بدي أخبركم خبرية رح تضحكوا عليا كتير. خير. اليوم رحت حتى اجيب الاغراض من عند ابو جورج، عنده هيدا الشاب الجديد على الصندوق، عرفت ايه؟ علي. ايه هيدا الشاب اللي عيونه خضر الاشقراني الحلو. قال لي انه انا بعجبه. عن جد؟ وشو قلت له؟ قبل ما اقول له هيك شو هذين. هلا انا ما حبيت ابخع، قلت له يا حبيبي انا عندي بنت من عمرك، بكره بعرفك عليها، بركي بتعجبك. قال لي لا أنا أنت بتعجبيني. يا ست ما كيسك بابا. طيب أنتوا وين هلأ؟ هلأ هربانين بالحرش. يعني هذا اللي شافكن هلأ مين بيكون؟ ابن عمّة لزهرة. عمي عيلة زهرة مجرمين كتير، بيقتلوها ولا بيعطوني إياها؟ أصلاً وجودها معي لحالنا مثل ما شافنا لؤي لحاله سبب إنه يقتلوها. زي اللي عندي على بيروت وأنا بساعدكم. بعد معك مصاري؟ إيه لسه معي شوي. طيب يلا زي اللي عندي على الأوتيل بسرعة، أنا راح أخذ لكم أوض هون، إذا وصلتوا ما لقيتوني بتنطروني وما بتطلعوا من الأوتيل، عم تفهم؟ طيب ماشي. أنت وزهرة صار بيناتكم شيء؟ عمي ما تخاف، ما صار شيء اللي ببالك، لساتني محافظ عليها. إيه ولازم تضل محافظ عليها لوقت ما تتجوزوا، أي غلطة بجوز تكلفها حياتها. لا تخاف عمي، زهرة بعيوني. طيب يلا لكن فوراً خد تاكسي ونزل لعندي بسرعة. ماشي تسمع اسمع، بس بعد التاكسي عن الضيعة بتخلي زهرة تحكي مع أهلها وتطمنهم، قلت له إنه أنا بكرة بطلع وشو شلون تحل القصص. ماشي ماشي ماشي، يلا جاي لعندك. يلا يلا بدنا ننزل على الأوتيل. We'll be right back.
تشتري لي دي في دي سنو وايت؟ شو ده تسمعتني؟ اي 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 ده لم تجاني. بحبك انا، بحبك. شو كان بدك قولي لي؟ قلت لك دي في دي سنو وايت. دي سنو وايت تكرم عيونك. طعمي لنجم لأنه ما أكل الصبح. يلا بس أول واحدة لغرام. إيه لكان حبيبة قلبي غرام. غرام إيه الله يرضى عليك يا عمر، الله يرضى عليكم كلكم. طعمي لنجم بنت. شوفي شوفي دخيلي بنت الوحيدة يا شريف. لك شوفي يا جمال شوفي ابنكم خطفها من الخربة وهرب فيها ما بعرف لوين. مين خطفها لزهرة؟ لك عم تسأل مين خطف البنت يا أدمي؟ ابنك خطف زهرة، ابنك اللي خطفها. هذا الحكي مو صحيح. مبلا في شهود. قل لنا لو عايش وشفت. أنا كنت مارق من حد الخربة وشفته. شفتهم كانت هي عم بتصرخ وكان هو منيمها على الأرض غصب عنا ولما شافني هجم علي ضربني بعدين حملها وهرب. وأنا ما قدرت ألحقه لأنه كان مسلح، كان في معه فرد. فرد؟ مجد من وين بتجيب السلاح؟ فرد؟ يا معطرة يا جمال، دخيلكم بنتي. لك روقوا. روقوا يا جماعة، روقوا. روقوا لنفهم شو عم بيصير. مجد وزهرة رفقة ورفقة كتير وما ممكن مجد يأذي زهرة، فهمتوا؟ منشان هيك روقوا وخلونا نفهم على بعض. اسمعي لإلك انت، انا راح احكي معك انت لانك كبيرة العيلة وبتقدر العواقب. بنتنا خطفها ابنكم ولؤي شافوا لمجد حاملها وهربين فيها. اتصلوا بابنكم يجيب البنت بسرعة، وإلا بعد ساعة إذا ما رجعت البنت رح تكونوا كلكن وإنتي وهالقرطة كلها رح تصيروا يا على الطريق يا بالحبوسة. ما في شي مخبى. جمال بتعرف إنه بنتها بتحب ابننا ومنعتها إنه تشوفه لكن ما قدرت عليها. ابننا ما معه سلاح ولا بيعرف يعمل سلاح ولا أخذ البنت على الخربة مشان يعتدي عليها. هن دائما بيروحوا يقعدوا هنيك وبيحكوا، والله بس بيحكوا لأنه بيحبوا بعضهم ببراءة. واللي بيحب براءة بياخد بنات الناس على الخربة؟ ليه ما بيروح يزورهم بالبيت؟ الحق معك، بس الست جمال مانعته يزورهم بالبيت، مانعتهم حتى يتلاقوا. مزبوط ولا مو مزبوط؟ احكي هيك ولا مو هيك؟ هلا ما له لزوم هالحكي، المهم انه بعد ساعة إذا ما رجعت البنت على البيت مثل ما قلت لكم وقد أعذر من أنذر. مشوا يا شباب، وأنا حاسكت على القصة ساعة بس وراجع لكم. مشوا يا شباب، مشي يلا روح. لك مشي انت بعدك هون. يلا لك اعطونا شي تليفون خلينا نحكي مع مجد. الله يفضح عرضهم، الله يفضح عرضهم. فضحونا بالضيعة. قال اتجوزنا لنا ستر صلى ايام الفضيحة. ايه العم على هالغص، هربنا من الموت على الموت يا ويلي. كله من اياك، كل هذا اللي عم بيصير معنا من اياك. ضحك علينا الولد، خطف البنت وراح على بيروت. نحن شو بيصير فينا؟ بنزت بالشارع ما بتفرق معه. قلت لكم من الاول هذا الزلمة جاي ينتقم منا كلياتنا. قسما بالله، قسما بالله اولاد ما بينكبوا بالشارع وبده يطلع عريش نعام. انا بورجي العمى. شو صار معك؟ خارج التغطية. يا عيني شو هالحظ. لك شو هالحظ يا معتر يا شريف. سلامتك على هالعيشه. والله عيشة الكلاب احسن. العمى يلا يلا بدك تدوق بعد الليله ما بيصير. يلا ها. حلو كثير. عم بحتفل معك بانتقالك من مرحله لمرحله وما معي خبر شيء. بس عم باكل. ايه كله بس ممكن. ايه ممكن ممكن تحسي معي بالسكري. انت كمان عم تحتفل معنا؟ بركت للماما بالنقله. بركت لها وكترت. ها عايزك شوي. ايه لحظه. مش طبيعي تينا. أنا متضايقة لأنك بعيدة عني. في شي؟ لا أبداً ما في شي، بالعكس مرتاحة كتير. كتير مبسوطة أنه رايحين نسهر سوا الليلة. عن جد؟ يعني مانك متضايقة مني؟ لا ماني متضايقة أبداً. وقت أقول لك أعطيني شوية وقت لأرتاح تبقى صدقني. كم بقلي وقت عمتك الماما؟ هاي
شو هاد؟ شوبينج كتير حلوين. شوبينج؟ مع أساس رحتي عند أهلك؟ غيرت رأيي، قلت بكرة بروح لعندهم، جبت قصص كتير حلوين. ليك هاي شو حلوة، ليك شو سكسي، قلت بلبسها على السهرة. جنى شو صاير لك؟ شو صاير لك مثل المرة السخيفة؟ شو قلت؟ مثل المرة شو؟ سخيفة؟ ايه صاير عم تهتمي بتفاصيل بحياتك ما كنتي تهتمي فيها، ونحن بأسوأ أحوالنا. ليه شو بها أحوالنا؟ أنا هونيك مزروبة بالشغل، والأيام اللي عم أقضيها هون أخدتها من فرصتي. ايه بس نحن هون ما لنا فرصة جنى، نحن هون لندفن أمي، يعني حسي فيني شوي. حس فيك؟ بلاها بقى إياد، صار لك 20 سنة مش شايف أمك، وبعيدة عنك 5 ساعات بالطيارة، وكل شغلك بالطيران صرت برمي العالم 100 مرة، استحليت شي مرة تيجي تشوفها. بعدين شو اللي معصبك مني هالقد؟ شو عملت لك تتنرفز هالقد؟ أنا مزعوجة إنك أنت ما عم تحسي فيني. أنا ماني حاسة فيك؟ ماني كل نهار قاعدة هون أنا وبنتك ناطرتك وعم بهتم فيها. شو عملت يعني؟ رحت جبت كم غرض لإلي؟ هالقد بدها تعصيب؟ ما كون خنتك مع شي شاب حلو مثلا وأنا مش منتبهة. شو بعمل باللي جواتي؟ أسرني وحابي
كمل حياتي يا